والدفاع فلاوديمير فاسكيز فورمير بومو وفي وسط الملعب توم دي تشوتر مع ديابي عبد الله ديابي في هجومي كلوب بروخ او كلوب بروج الفريق البلجيكي الملقب مثل ما ذكرت في بلجيكا بالفريق الملكي. بداية مباراة اليوم نذكر الجميع الذهاب كان انتصار لمانشستر يونايتد بثلاث اهداف مقابل هدف. هذه النتيجة تجعل كلوب بروج مطالبا بأن يسجل هدفين نظيفين من أجل تحقيق المفاجأة المدوية في هذه البطولة والتأهل على حساب مان يونايتد في دور المجموعات. فيس ديباي في الجهة اليسرى محاولة لمصنع مان يونايتد ينتظر مساندة أكبر. ديباي عدى من الأول ديباي مر والتمريرة في العمق ليروني بلند يحاول بناء الهجمة تعود الكرة بعد ذلك إلى روميرو الحارس الأرجنتيني الموسم الأول في مان يونايتد جاء من بعيد ليكون حارسا أساسيا على حساب ديخيا. كرة تعود إلى بلند ممفيس ديباي في الجهة اليسرى محاولة لمصنع مان يونايتد ينتظر مساندة أكبر. ديباي عدى من الأول ديباي مر والتمريرة في العمق ليروني هجماتهم وهذه كرتهم المعتادة. الله يا ممفيس الله يا ديباي والله يا جولدن بوي أهلا بكم في دور الأبطال. جميلة من جانب هيريرا ديباي يحاول ديباي بمهارة عالية أخرج كل المدافعين من اللعبة ولمسة ليروني. الله على جولدن بوي مهارة في المرور ومهارة في الفينشينج واستغلال فرصة بطريقة رائعة جدا. هذه الكرة اللي نعتادها اللي نعرفها في مان يونايتد هذه الكرة التي منذ الرحلة واعتزل سير أليكس فيرغسون لم نشاهد الكثير من رائحة من شكل من لون مان يونايتد. أعيد لنا المان المعتاد يا روني. الهدف جميل جدا بعد لمسة جميلة من جانب ديباي ممفيس أسيست عالي جدا وروني يسجل أهدافه في الموسم. 1-0 لمان يونايتد. ربما ستكون الوضعية أكثر سهولة الضغط يتحول إلى المعسكر الآن. الكرة كانت بعيدة حكم المباراة اعتبر أنه تدخل عادي لا يوجب احتساب ركلة جزاء. ضاعت فرصة على مانشستر يونايتد. ممفيس ديباي ركنية الآن للمان تعود من ماتا خوان ماتا يحافظ على كرة ماتا مايكل كاريك ممفيس ديباي محاصر ديباي مر أمام تغطية ممتازة العودة من جانب فريق كلوب بروج وليست ممتازة التمرير. فريق يعاني على مرير في مباراة اليوم غير قادر على أن يهدد مرمى يونايتد. في ذات التوقيت مجموعة من المباريات الأخرى كبيرة سيسكا موسكو ضد سبورتينج لشبونة أبويل ضد ستانب بارتيزان باتي ومباراة كبيرة بين ليفركوزن ولاتسيو بينما ممفيس ديباي في مكان خطير محاولة باتجاه هيريرا ليروني والثاني للمان روني ليلة الجولدن بوي عاد إلى مستواه من بلجيكا وعاد إلى الشباك من طريق كلوب بروج وعاد المان إلى دوري الأبطال وعاد الثقة لنفسه ولفريق. الله على ممفيس ديباي هيريرا وين روني والثاني للمان ثنائية للجولدن بوي. أهلا بكم في دوري الأبطال ادخلوا من الباب الكبير كما اعتدتم في الشامبيونز ليج. المان يونايتد يقتحم دور الأبطال لأنه سجل هدفا ثانيا أصبح قريبا من الترشح الرسمي إلى دور المجموعات وأصبح كلوب بروج على حافة السقوط بالتأكيد. بعد لم نشاهد الكثير ماتا من نوعية اللاعبين اللي يصنع لك هجمة اللي يقدم لك لمحة اللي عنده لمسة جميلة على الكرة اللي عنده مهارة عالية اللي تحب تشاهد الكرة وهي عنده كلاعب مهاري بدرجة عالية جدا بالنسبة لإخوان ماتا. دالي بلند دا
الانت لابسه الى هيريرا، هيريرا بمهارة مرور عودة واستعاد الكرة من منفيس. دور كبير جدا يقوم به هيريرا في وسط مانشستر يونايتد في عدم وجود هذا اليوم شنايدرلين. النجم الباسكي يقدم عطاء كبير جدا دفاعيا وعنده أسيست صنع الهدف الثاني. شفانشتاجر، هيريرا تحرك بجانب روني، لمسة إلى ماتا، ماتا محاولة مرور، ماتا عدم محاصر من الدفاع إلى روني، وروني الثالث لروني، الجولدن بوي، هاتريك يا لوي، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ روني يعود من الباب الكبير، أكثر من 800 دقيقة بدون أهداف، الآن في شوط ثاني يسجل هاتريك في مرمى كلوب بروج. الله يا جولدن بوي، تحرك فمهارة فلمسة ساحرة فهدف ثالث فاقتحام لدور الأبطال، فمانشستر يعود إلى مكانه وروني يعود إلى الأهداف، والحياة تعود إلى الفريق الأحمر، إلى يونايتد. مات ومات ومات فوان محاصر من ثلاثة لاعبين برا اللعبة بمهارة، وروني باقتدار وبذكاء كبير في التحرك وبتعامل ذكي مع الفرصة يسجل هاتريك. ليلة روني، جولدن بوي، 10 دقائق قادمة سيترك مكان، سيريح فان خال، واسمعوا إلى جماهير مانشستر في قلبي بلجيكا. جانبية لفريق كلوب بروج في بلجيكا بالنسبة لكلوب بروخي أو كلوب بروج، معاناة مع الإنجليز، أوروبية لازالت مستمرة، للأمام طويلة خلف المدافعين، انفراد هيريرا وخطا فادح من الدفاع، والرابع للمان، الرابع يا باسكي يا ممتع، الرابع يا هيريرا، مان يونايتد ولا غيره، هدف رابع، جميل في التمريرة، جميل في التحرك، خلاص حسمت الأمور. ماذا تفعلون يا بروج؟ ماذا تفعلون يا بروج؟ هل أنتم لهذه الدرجة مستسلمين في مباراة اليوم؟ وين هالإرادة؟ وين هالروح أمام جماهيركم؟ تمريرة من وسط الملعب كانت بجانب شفاينشتايجر، شفايني أسيست، هيريرا مهاجم، ألمان 4، كلوب بروج لا شيء، دور الأبطال يفتح أبوابه لدخول الكبير مان يونايتد. هيريرا بانفراد وبهدف رابع بعد مباراة كبيرة جدا قدمها هذا اليوم، 4 أهداف لمان يونايتد، أسيست هيريرا، عمل أسيست وسجل هدف، صنع هدفا وسجل آخر، يترك مكانه لأنه سيكون أساسيا في مباراة سوانزي على ما أظن. شفاني أو تشيتشاريتو، خافير هرنانديز، خافير احتياط، خافير كرسي احتياط، رغم ما لديه من مجهودات كبيرة عندما يدخل في مان يونايتد وحتى عندما لعب معاراً إلى ريال مدريد، يبقى من نوعية اللاعبين الممتازين في تنفيذ الكرات الثابتة. ديباي على تنفيذ خطأ لمصاعة مان يونايتد، ممفيس ديباي الآن، المان يحاول الوصول إلى الهدف الخامس، ديباي هذه المرة من كرة ثابتة يلعبها لكنها تصدم في الدفاع، دارميان في مكان خطير يلعب كرة عرضية، محاولة بالرأس فوق المرمى، كرة تشيتشاريتو، خافير ضاعت، لقطة أخرى فيها سوء حظ يا خافير. هرنانديز بهذه الصورة كان في أياكس، بهذه الطريقة كان في برشلونة وأيضا في بايرن، نفس الوضعية عند فان خال، كثيرا ما يدون الملاحظات حتى وإن كان ضمير الترشح وجاهز لتسجيل هدف أوروبي هذا اليوم. خافير هرنانديز ضاعت في الخفير، كرة القدم معنويات قبل أي شيء، هي معنويات، نعم أمر طبيعي جدا، الرجل يصارع لأن يعود إلى مكانه ويستعيد مكانته، الرجل يجد الكثير من المعاناة لبقاء احتياطيا، سقوطه قبل تنفيذ الركلة ومع تنفيذ الركلة وإضاعته لركلة جزاء تشعرك أنه ليس على ما يرام ذهنيا، دعك من أنه تعثر
ودعك من أرضية الملعب يا خافير، المشكلة أنك في مكان